الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. من مكائد الشيطان لبني آدم، من مصائده التي اصطاد بها كثيرا من بني آدم، عشق الصور، عشق الصور، تعلق بالصور وعشق الصور النساء، فهذا من أعظم الفتن. افتتان بعض الرجال أو كثير من الرجال بالنساء، تعلقهم بهن، هذا من أكبر مكائد الشيطان. النساء فتنة، إلا من رحم الله ورزقها التعفف ورزقها الحياء والستر، وإلا فغالبهن يحصل منهن ما يغري الرجال بالتزين والتطيب والمظاهر عند خروجهن والاختلاط، وهذا أشد، اختلاط بالرجال في الحفلات، في الندوات، في الأعمال، تختلط مع الموظفين أو تكون مديرة لهم، كل هذا مما كاد به الشيطان بني آدم واصطاد به كثيرا من بني آدم، إلا من رحم الله عز وجل. النساء فتنة، يجب توقي منهن، ويجب حمايتهن، ويجب ملاحظتهن، فإذا تركت، قليل من النساء من تلتزم، إذا تركت فإنها تتزين وتتطيب وتخرج إلى تجمعات، وفي وقتنا هذا في الحفلات، في الندوات وغير ذلك. يجب على النساء يتقين الله عز وجل، ويجب على أوليائهن أيضا، الرجال قوامون على النساء، يجب على أوليائهن أيضا أن يراقبوهن ويحفظوهن، فإنهن أمانة في أعناقهم. نعم، هذه الفتنة الكبرى بعد الشرك، فتنة الشهوات وجريمة الزنا وما يدعو إليها. نعم.